شفنا في الدرس اللي فات ازاي ان احنا نقدر نباصي unlimited number of arguments لأي دالة ونعمل operation عليها بالظبط زي ما نكون مباصين لها arguments احنا معرفينها قبل كده. احنا كنا بنقول ان داف وبعدين اسم الدالة في الحالة دي فانج، وكنا بنقول له الاسترس كده هيت، وبعدين بنقول له arcs او اي اسم المتغير، وكنا بنتكلم بنقول for i in arcs تمام print ال i ده هوت وال end option يساوي مسطرة بالشكل ده. لو لما كنا بنيجي نستدعيها في في المين ميثود بالشكل ده كنا بنقول له 1 2 3 9، ولو ما كنا بنيجي نعمل run كده هو كانت بتشتغل عادي. في الحقيقة الأمر إن الأرجس دهيت اللي مسبوقة بأسترسك واحدة ديت هي عبارة عن توبل في البايثون. أنت كمان تقدر تعمل حاجة زي كده، أنت تقدر تعرف متغيرات positional arguments اللي هي المفروض تتعرف في البداية، فأنت ممكن تقول له this that other تمام بالشكل ده هوت. اللي ده هيعمله ان هو هيحط لك ان هوت هيطبع لك this with that with others تمام، وبعدين هيشوف لك يعني هيستقبل لك التلاتة دول الاول، وبعد كده الباقي هيبقى من ضمن ال args دهيت. احنا ممكن نقول له مثلا ايه print بالشكل ده هوت print this that other وال end option يساوي empty string برضو بالشكل ده. لو جينا نعمل run هنلاحظ انه هيطبع لنا نفس الكلام فيما عدا ان التسعة ديت هي كل ما تحتويه ال arg ديت. يعني مثلا لو خلينا حطينا هنا مثلا ايه 20 تمام 40 60 بالشكل ده هوت، ده هوت this ده هوت that ده هوت other، وده كله هو ال arg اللي هي التوبل. فالتوبل لازم تتحط في النهاية زي ما احنا شايفين كده، ما ينفعش تتحط قبل كده. تقدر كمان انت تعمل في البايثون حاجة لذيذة جدا، تقدر انت احيانا بتحب ان انت تقول له مثلا 1 يساوي مثلا 1 يساوي 1، وتقول له 2 يساوي 2، وتقول له 4 يساوي مثلا 45 بالشكل ده. انت عايز تقول له النيم ده arguments، نيم ده arguments يعني انا عايزك تبصي على الوان ده هوت. انا ببصي لك حاجه اسمها 1 تساوي 1 وحاجه اسمها 2 تساوي 2. الحاجات ديت النيم ده arguments ديت بتكون نافعه جدا لما تكون انت بتظبط السيتنجز بتاع برنامجك، بتسيفها بتعمل لها لود، بتعمل لها اي شيء من هذا القبيل، وتقدر تستخدمها عن طريق ان تتعرف ان هوت بس متغير تحط قبله 2 asterisk بالشكل ده هوت كي دبليو ارجز ماشي. كي دبليو ارجز ديت يا جماعه هي كونفنشن وخلاص، اختصار لكي وورد ارجيومنت، لكن انت ممكن تسميها زي ما انت عايز. اللي يهمني بس ان هي تبقى قبلها 2 asterisk بالشكل ده هوت. انت ممكن تشتغل توبريت على الكي دبليو ارجز بالشكل ده هوت. نشيل الكلام ده كله، تقدر تقول له فور اي ان كي دبليو ارج تمام، ولان الكي دبليو ارج ده عباره عن قاموس اصلا، يعني فانت تقدر تقول له حاجه زي كده، هتقول له اي تمام والكي دبليو ارج سب اي تمام والاند اوبشن يساوي امتي سترينج بالشكل ده هوت. فده اللي هيعمله لك انه يطبع لك كل العناصر اللي داخل. طبعا هنا ايرور، طبعا ليه هنا ايرور؟ هنا ايرور لان اولا احنا ما عملناش ديت كده، ما عملناش صح تمام. فقلنا 1 تمام بقيمته 2 بقيمته مش عارف ايه. لو شلنا الاند اوبشن ده هوت كده وجينا نطبعها يطبع لنا كل واحد على سطر بالشكل ده هوت، 1 يساوي 1 و2 يساوي 2 و4 يساوي 45 زي ما احنا عاملينها بالظبط كده مستدعينها. ده ازاي تاكسس القيم بتاع النيمد ارجيومنتس. طبعا لازم الترتيب يبقى كده، البوزيشنال ارجيومنتس اللي هي بتبقى في البدايه، بعد كده الليمتد ارجيومنتس اللي هي التوبل اللي بتبقى باسترسك واحده، بعد كده اللي بتيجي بقى 2 استرسك بنجمتين يعني هي اللي بتبقى في النهايه، وهي ديت النيمد ارجيومنتس. في الحقيقه انت تقدر تقول له مثلا حاجه زي كده، انت تقدر تقول له برنت تمام. لو انت عارف بقى الكي وورد بتاعتها ايه، هتقول له برنت كي دبليو ارجز سب مثلا 1 بالشكل ده. ده اللي هيعمله لك انه هيطبع لك الكي دبليو ارجز قيمه ال 1، تقدر تقول له قيمه ال 4 بالشكل ده هوت. لو جيت طبعتها هتلاقي 45. طب لو انت غيرت قيمة الفور هنا وخليتها 150 بالشكل ده اللي هيطبعه لك 150 فعلا. وبالتالي انت اتعرفت على تقنية جامدة جدا في البايثون هي النيمد ارجيومنتس. في لغات برمجة ياما جدا مقدماها زي مثلا سي شارب ودوت نت عموما، لكن البايثون مقدماها بسنتكس ظريف جدا وسهل جدا وقوي جدا في نفس الوقت. حتى يعني التسلسل النجوم دهيت بيعرفك انه والله ده ما فيش قبله نجمة فلازم يجي الاول، ده
قبله نجمة واحدة، فيجي بعد اللي ما فيش قبله نجمة ده يجي ده نجمتين، فيجي بعد اللي قبله نجمة. وبالتالي هو أصلا ماشي مع مسار أو طريقة عمل المخ البشري التقليدي. وبالتالي ده أحسن حاجة عجباني أنا شخصيا في البايثون، إن هي يعني سوهيومين، يعني ان هو ماشي مع طريقه تفكير البني ادم العاديه. هم اللي صمموها تخلوا عن التقاليد العقيمه بتاعت السي بيز لانجويجز، وابتدوا ان هم يعملوا تقاليد تانية تريح المستخدم. بكده نكون خدنا فكره عامه عن النيمد ارجيومنتس في البايثون. اشوفكم على خير الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.